حتى تلك الوعود التي كان ينتظرها سكان محافظة الحديدة بددها الظلام وحرارة الصيف، ووجدوا أنفسهم من جديد خارج منازلهم. ولم تكفي المشتقات النفطية التي وصلت إلى الميناء لغير ساعتين فقط كل يوم. وفقا للأهالي فإن الفترة التي تصل فيها الكهرباء إلى منازلهم لا تغطي أي من الاحتياجات. ساعتين وإحراق أعصاب، ولا كأننا اشتغلت. الآن نحن يعني بالله عليكم يعني كذا نبقى؟ هل يجوز من الله؟ لا يجوز. وطبقا لمصادر محلية في المحافظة فإن الحركة داخل المدينة تتوقف لساعات طوال، خاصة منتصف النهار، وتعود بصورة تدريجية وطفيفة، وهو ما يهدد الحركة التجارية في المدينة التي تزود الكثير من المحافظات باحتياجاتها عبر الميناء. كما يقضي معظم السكان يومهم في البحث عن أماكن ووسائل بدائية للهروب من حرارة الصيف. وكانت مصادر طبية تحدثت عن عشرات الوفيات في المحافظة نتيجة إصابتها بأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والتي تتجاوز في لحظات كثيرة 40 درجة، وهي مرحلة خطيرة تعيشها المدينة لم يسبق لها أن عرفتها من قبل.